قال مدير الهندسة العسكرية المهندس ذو الفقار العارضية أن المديرية تعمل بكل صنوفها ومعداتها وأفرادها ليلا مع النهار من أجل الإسراع في فتح وتأمين الطرق التي من شأنها أن تسهل عملية تحرير ناحية القيروان غربي الموصل في الصفحة الثانية من عمليات محمد رسول الله، مشيرا في الوقت نفسه أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة العمل على إنجاز الحاجز الأمني الذي يربط الحدود العراقية بالسورية. ما يفصلنا عن الحدود إلا بعض كيلومترات، وإن شاء الله نبدأ بعد أيام ببناء الخط الصد الرئيسي أو الحائط جدار رئيسي الحدود العراقية السورية، وبذلك نكون خلصنا من داعش الإرهابي. وهذه الجهود المبذولة من قبل هيئة الحشد الشعبي بكافة ألويتها وصنوفها بفضل القائد والمعلم الأول هو الحاج أبو مهد المهندس والأخ العزيز زميل الحاج أبو علي كوفي الإشراف التنفيذي على هذه المديرية التي أعطت الشهداء وأعطت الجرحى وأعطت العمل بكل ما تملك. المكتب الإعلامي لمديرية الهندسة العسكرية.